ميو كاتشي كاتشي كاتشي. مرحبا، جبت لكم فيديو جديد. متذكرين هذاك الفيديو الاول اللي عملته لما رسمت على وجهي؟ اليوم راح ارسم هالو كيتي. انا راح اوريكم المواد عشان نبدا. يلا بسرعه متحمسه. اول اشي هو بدنا ثلاث ريش او حسب بدنا هدول الكالرز، كمان بينك وكمان هذا. لسه رح نبدا بالرسمي. اول اشي نحتاجه هو اللون الابيض، كما انتو شايفين هذا هو الكالر الابيض. بدنا نعمل طبعا اول اشي الشكل عشان بعدين نلون. نعمل زي الشكل المثلث ودان هالو كيتي، ونعمله حوالي المنخار والعيون. نعمل كمان هون هذا الشكل. ممكن بعد ما شو نعمل نوصله للبايا هذا الشكل مثل ما انتم شايفين. راح انا الونه وارجع لكم. بعد ما حطينا اللون الابيض راح نحط البابيون. راح نجيب اللون الزهري ونعمل دائرة. هذا الحجم. وراح نعمل شكل ديل السمكة. نلونها وهيك بنكون لوناها. هسه رح نحط الاسود حوالي كل الاطراف. وهيك عملنا. رح نزيد شغلي هون. هذا هو الشكل. راح نعمل زي الشحطات الخطوط، بعدين راح نعمل الشوارب. هيك هذا الشكل. نعمل الحاجة الثانية. هسه رح نعمل الشوارب. نعمل الشوارب كمان. هسه رح نجيب اللمع ونحطه على الشكل. طبعا هسه راح نجيب اللمع الزهري الثاني. نجيب هذا هو يعني كمان لون، بس راح انا احط عليه هذا اول زيني كيف بتسموه. احط هذا الشكل
يلا اطلع هذا هون بعد الشكل. راح احاط بعد الشكل راح نحط على الثاني. كاتشي كاتشي كاتشي. وهذا الشكل النهائي وانا كتير مبسوطة وصرت بسي كتير حلوة. لا تنسوا لايك سبسكرايب او شير، بس تكبسوا سبسكرايب اكبسوا على الجرس عشان يصلكم كل جديد. او باي.